لتسليط الضوء أكثر على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، ينضم إلينا علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية عبر الهاتف من بيروت. سيد علي، بداية أهلا بك، هل من معلومات أكثر حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب استقالته المفاجئة والتي وقعت اليوم؟ تحياتي لكم بداية، وبالتأكيد كما هو معروف أنه مصطفى أديب الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة يأتي ضمن إطار المبادرة، ما سمي المبادرة الفرنسية التي حددت عنوان حكومة المهمة. هذه الحكومة كان يفترض بحسب جوهر المبادرة الفرنسية أن تقوم على صيغة مختلفة عما سبق، يعني على صيغ الحكومات السابقة التي تقوم على المحافظة والتي أدت إلى ما أدت إليه في لبنان. فكانت الفكرة أن يكون هناك حكومة مستقلة. تم احتجاج برز من ثنائي حركة أمل وحزب الله على صعيد رفض أن يكون هناك تسمية لوزراء الشيعة من غيرهما، وهذا كان هذا المطلب هو العقدة الأساسية، وبدأ أن هذا المطلب ومن خلال الإصرار عليه أنه سيدفع كل الحكومة في حالة جرى التجاوب مع هذا المطلب، وخاصة مطلب أيضا تولي وزارة المالية من قبل هذا الثنائي، سيؤدي إلى دخول، لأن الأطراف الأخرى أو الكتل النيابية الأخرى ستطالب أيضا بتسمية وزراء. وبالتالي من الجانب التقني يمكن أن نتحدث عن هذه العقدة التي سببت اعتذار مصطفى أديب، لكن في الخلفية السياسية يمكن القول يعني أن إصرار حزب الله وحركة أمل على تعطيل المبادرة الفرنسية، وإن كان يعلن أنهما مع هذه المبادرة لكن خلال هذا المطلب كان واضح أن هناك تعطيلا فعليا، هذا يعكس برأيي اعتبارات لها علاقة بالسياسات الإقليمية. وعلى الأرجح أن هناك موقفا إيرانيا يرفض هذه المبادرة انطلاقا من أن ويعتبرها مبادرة أمريكية مموهة إذا صح التعبير، وخاصة أن المبادرة الفرنسية لم تؤدي عند انطلاقها إلى تهدئة أو وقف العقوبات الأمريكية على حلفاء حزب الله. الأرجح أن إيران تريد أن تنتزع هذا الملف من يد الفرنسيين وتريد أن تتمسك به، لعل ذلك يفيدها في مفاوضات لاحقة لكن مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الأمر دونه أيضا مخاطر عديدة تتصل بالوضع الداخلي اللبناني الذي ينذر بدخول بنفق أكثر ظلمة. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الردود الفعل الشعبية، كيف تراها بعد استقالة مصطفى أديب؟ لا شك في انطباع عام داخل يعني لدى الشعب اللبناني على وجه العموم، وشعور باليأس من هذه السلطة السياسية التي تمسك بزمام الأمور. وهناك نوع من القناعة إلى حد كبير موجودة لدى الكل أن هذه السلطة عاجزة أن تقدم شيئا إيجابيا على مستوى الحلول، طالما هي قائمة على فكرة أساسية تتصل بنظام المحافظة الذي رسخ الفساد وأدى إلى الأزمات التي نعيشها وإلى عملية نهب منظم طالت المال العام ووصلت إلى المال الخاص. في يأس عام من هذه السلطة الحاكمة اليوم، لذلك هناك حماس أن يكون هناك حكومة من المستقلين. هذا الأمر برأيي يشكل نوع من فيه نوع من الإجماع على المستوى الشعبي، وفي شعور بنفس الوقت أن هناك إرادة خارجية تريد أن تعطل هذه يعني هذا التغيير، انطلاقا من أنه في حسابات خارجية لا علاقة للبنان، خاصة أن لبنان اليوم ليس في موقع من يستطيع فرض شروط، يعني ما أوصلت إليه الطبقة السياسية لبنان وصلت به إلى الحد الذي من الصعب على لبنان أن يكون في موقع من يفرض شروطا على من يمكن أن يساعده من الخارج، في وقت أن من يمسكون بزمام السلطة ليس لديهم أي فكرة أو أي مشروع آخر يمكن أن ينقذ البلد أو يوقف الانهيار. طيب، باستقالة مصطفى أديب هل يمكن القول أن مبادرة ماكرون في لبنان سقطت مثلا؟ ماذا باعتقادكم؟ إلى حد كبير هذه المبادرة تترنح، وأعتقد أنه سقطت، وعلى الأقل تلقت ضربة قوية لن يعني
في أي مرحلة يمكن أن تعود هذه المبادرة؟ أعتقد ستكون ضعيفة جدا. قوة المبادرة الفرنسية كانت انطلاقا من أنها قادرة على أن تحقق هذا الحد الأدنى من تشكيل الحكومة، بما أنها فشلت أعتقد أنه أي فرصة لنجاحها باتت صعبة، وإذا نجحت فستكون يعني باهتة ولن تؤدي إلى نتائج فعلية، طالما أن هناك إصرارا على مبدأ المحاصصة داخل الحكومة. طيب إذا أردنا أن نتحدث الآن ونتناول الموضوع من زاوية مختلفة سيد علي، يعني من المسؤول عن سقوط المبادرة؟ من تمسك بوزارات بعينها أم من قدم مبادرة لحل أزمة في الوزارة؟ أم الكل شارك في إسقاط المبادرة مثلا؟ أنا بتقديري لا شك أنه الكل يتحمل مسؤولية، أولا مسؤولية ما وصلنا إليه، مسؤولية أن يكون هناك يعني حاجة بهذا القدر من الاهتمام لمبادرة خارجية، يعني هذا مسؤولية السلطة، لكن بالمسار العملي لا شك أن أعتقد أن حزب الله له دور أساسي في تفشيل هذه المبادرة، ويجب أن نعلم أن الممسك بزمام السلطة في لبنان هو حزب الله. حزب الله أدرك أن دخول الفرنسيين ربما سينتزع منه مجموعة من مواقع إذا صح التعبير، أو تشيد القرار، أو أن هناك شريكا سيدخل على الساحة سينافسه، وبالتالي لم يرى ذلك مناسبا له، وربما رأى فيه ذلك نوع من محاولة تحجيمه، وبالتالي هو برأيي دفع الأمور باتجاه التعطيل مهما يعني أشرنا إلى أسباب أخرى، لكن أعتقد جوهر الرد على المبادرة الفرنسية أو إفشالها ينطلق من حزب الله، وبرسالة إيرانية برأيي واضحة تريد أن تؤجل أكثر من ذلك إلى مرحلة لاحقة. رئيس تحرير موقع الجنوبية علي الأمين، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.